هاي اعتقد دخانية. هذه قنبرة الغاز اللي رماها الآن نوعية خاصة، هاي حالات من الإغماء وحالات من الاختناق كثيرة، وواضح واضح أعتقد حسب الرائحة. زين الغاز اللي استخدمه الآن هو CS-14، غاز CS، والسياس استخدامات عسكرية وليست مدنية. يعني هذه الغازات اكو خبرة عالية ان شاء الله، يعني من الرائحة اعرفها زين. هذا استخدام عسكري حقيقة. والكلوراستافينون استخدامات مدنية وليس، ومو هاي الخراطيش اللي دي يستخدموها الستلس ستيل. الخراطيش اللي تستخدم ضد المتظاهرين هي خراطيش كرتونية، اللي دا يستخدموها خراطيش ستلس ستيل وزنها 450 غرام. من تحمل بالطيران من الطير يتضاعف وزنها الى 10 اضعاف، يعني تصير بحدود 4 الى 5 كيلوات.